يسأل عما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، هذا شيء محدث، هذا شيء محدث ما كان معروف عند السلف. القرآن معجز بلا شك، القرآن معجز من جميع الوجوه بلا شك. أما إننا نفسر القرآن من عندنا هذا لا يجوز. القرآن لا يفسر إلا بأربع طرق، أربع طرق فقط. الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم تجد في القرآن تفسيرا ترجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول مفسرة للقرآن. إذا لم تجد في سنة الرسول ترجع إلى قول الصحابة، إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تجد عن الصحابة تأخذ عن التابعين، تفسير التابعين تلاميذ الصحابة. هذه وجوه التفسير التي يسير عليها السلف ويسير عليها العلماء. أما نحدث شيء جديد ونفسر القرآن به تخرص هذا لا يجوز، هذا قول على الله بلا علم. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحترم القرآن ولا يفسره بغير الطرق الشرعية المعروفة التي عليها كتب التفسير المعتمدة. نعم.